السلام عليكم خوتي المغاربه اخواتي المغربيات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. هذا النظام القمعي الهمجي الديكتاتوري الخوت مازال غادي في الكذوب ديالو يوم بعد يوم، الكذوب. فهذه الاجهزه القمعيه الحموشيه المنصوريه فهي عباره عن مصانع للكذب، فيها الكذب المحلي الوطني وفيها الكذب العابر للقارات. داكشي عندهم خطير مختصين في الكذب، الاجرام، التعذيب، صناعه وتركيب الافلام المزوره، يقطع مقطع من هنا ويقطع مقطع من هنا ويلصق هذا المقطع مع هذا المقطع باش يمانيبولي الناس، يبين لهم زعما راك انت كتهضر على هذه القضيه. هذا الشيء هذا اليوم بات معروف امام المغاربه، والناس كاملين ولاو كيشوفوا هذا الشيء، وما بقاتش هذه الاساليب الخبيثه الخسيسه انها كدار بهم. الناس ولاو فاهمين وعايعين بكل شيء. فهنا مؤخرا الخوت عاوتاني هذا النظام القمعي مخرج واحد الفيديو كله مركب وكله مزور وكله مغالطات، وتيقول لك اودي راه زكريا المؤمني راه ما عمرو وصل قدام القضيه وما عمرو شرح ديك القضيه اللي كنت فسرت لكم، ان ديك الرساله اللي حطها المغرب انها رساله مزوره، وراه كانوا جابوها قدام القضيه، وراه كنت كنشرح القضيه قلت لها هو ساعدت القضيه. هاد الناس هادو خاصهم يحترموا شويه الذكاء ديالنا، حاطين لك تما رساله مكتوبه بالورديناتور ما فيها لا سينياتور لا حتى شي حاجه، وواخا كاع تكون فيها السينياتور هاد الناس راه معروفين انهم كيزوروا وانهم كيديروا هاد الشيء هذا، لان هذيك راه الدوله المغربيه هذيك كتزور كدير كل شيء، عندهم السينياتورات ديال جميع الناس، عندهم كل شيء، اي حاجه كيقدروا يزوروها. فمن بعد قمعاتهم القضيه قالت لهم احترموا الذكاء ديالنا، ما تبقاوش تحطوا لنا التخربيق بحال هكا. فهنا خرج الملك والحموشي والماجدي هما اللي كيجاوبوا، راه هما اللي كيجاوبوا عبر هذه الفيديوهات الخوت، راه باش تكونوا عارفين هذه القضيه. الملك الديكتاتور محمد السادس والجلاد الخبيث مخرج الافلام الاباحيه عبد اللطيف الحموشي والجلاد والنصاب منير الماجدي كيتفرجوا في جميع الفيديوهات ديالي، ما كاينش شي فيديو ما كيتفرجوش فيه. واول حاجه كيدير الديكتاتور من بعد ما كيتفرج في الفيديو كيعطيهم التعليمات، تقول لهم يلا طلقوا لنا عاوتاني شي كذبه جديده، يلا صنعوا لنا عاوتاني شي فيلم جديد، يلا لصق لي هذه مع هذه، ركب لي هذه مع هذه، وخرج لي عاوتاني الكذوب. فهنا هما قال لك انني انا ما دزتش قدام القضيه، ما وصلناش للمحكمه، ان الدعوه كانت غير ما تقبلاتش. فهنا انا غادي نوريكم وبالدليل القاطع انني دزت قدام المحكمه، والجلسه دامت سبعه ديال السوايع، سبعه السوايع وانا كنربي فيهم، سبعه السوايع وانا كنعري لهم على الواقع ديال ديك المملكه الديكتاتوريه اشنو كاين فيها، سبعه السوايع وانا كنشرح لهم كيفاش تختطفت، كيفاش تحتاجت، كيفاش تعذبت، كيفاش شفت عبد اللطيف الحموشي الجلاد الخبيث مخرج الافلام الاباحيه في وسط قاعه ديال التعذيب، كيفاش تهدد عليا بالقتل الكاتب الخاص ديال الديكتاتور محمد السادس منير الماجدي في فرنسا. هادشي كامل تعاون، كامل بالتفصيل وبالتدقيق، سبعه السوايع. وتما كاين هاد الخوت فين المحاميين ديال المغرب جبدوا ديك الرساله تما باش قمعاتهم القضيه. دونك هنا الخوت غنخليكم تشوفوا بعينيكم، هادي تدوينه درتها نهار 2 أفريل 2016، كنشرح فيها ان لو فوندردي 1 أفريل 2016 avait lieu le premier procès du royaume du Maroc contre Zakaria Moumni. Procès en diffamation intenté par le royaume du Maroc qui se constitue partie civile face à monsieur Zakaria Moumni pour des propos tenus sur BFM TV et télé le 11 janvier 2015. Et là, on a dit que ce jour, la première jelsa était le 1 avril 2016. Et que la jelsa a duré 7 heures. Et on a dit que la première fois, on a fait le cadre de la France. وكيمكن لي نشرح شنو طرا ليا وشنو وقع ليا. وهنا الخوت هذا هو المقال اللي خرج في الصحافه تاريخ 1 أفريل 2016، النهار ديال الجلسه. لوم ا لوريجين دون بروي ديبلوماتيك انتر باري و رابا اون بروسي ا باري. وهنا الخوت كما كتشوفوا بعينيكم يمكن لكم ديروا بوز وتقراوا المقال على خاطركم. هنا المقال تيقول ان زكريا المؤمني داز في الجلسه ضد هذا النظام القمعي، هذا النظام الديكتاتوري، هاد الناس اللي تيقولوا اننا ما كانتش جلسه، ها هو الواقع، ها هي الحقيقه، ها انتم كتشوفوا الكذوب ديال هاد النظام الاجرامي. دونك هنا الخوت كتشوفوا ان الدوسي وصل للمحكمه، الجلسه دازت، الجلسه دازت فيها سبعه السوايع اللي شرحت فيها هاد الشيء كامل، وهاد النظام الاجرامي كيجي تيقول لك راه زكريا تيكذب، راه ما عمرو داز في شي جلسه، وراه غير الدعوه كانت ما تقبلاتش.
دونك هذه الجلسه الخوت دازت نهار 1 ابريل 2016 والحكم ديالها خرج نهار 9 جوان 2016. وهنا كما كتشوفوا افير زكريا مومني لا بلانت دو غوفرنمون ماروكان جوجي اي ريسيفاب، تيقولوا باللي الدعوه ديال المغرب ديال المملكه البنانيه ما تقبلاتش، تما الرفض ديالها. وهنايا كيقولوا باللي زكريا المومني راه كان كيتسنى الحكم وهو واثق من راسو، يعني بكل ثقه في النفس، عارف راسو بهدلهم النهار ديال الجلسه وعارف راسو غيبهدلهم وعارف راسو رابح، هادشي اللي تيقولوا. وهنا الخوت كيزيدوا يوضحوا تيقولوا لو 39 فرونسي دوريجين ماروكان رمبورت سا ثوازيام فيكتوار دون سون كومبا جوديسيار كونتر لو غوفرنمون ماروكان ديبيتي ان 2014. وهنايا في المقال كيزيدوا ياكدوا كيوركوا على الديكتاتور محمد السادس والجلادين اللي معاه وتيقولوا لهم اودي هاد الشيء هذا اللي دار لكم زكريا هذه راه لا فيكتوار الثالثه، هذه راه المره الثالثه اللي زكريا كيبهدلكم، فمن بعد من هاد الهزائم كامله اللي حصدتها المملكه الديكتاتوريه قدام مواطن واحد، هنا الخطر كنعاودوا نذكروا هذه راه المملكه البنانيه الدوله المغربيه يعني الملكيه يعني الملك والملكيه هي اللي جات كتواجه مع زكريا المومني وزكريا المومني كيبهدلها قدام القضاء الفرنسي. دونك هنا الخوت اشنو دارت هاد الملكيه هاد الديكتاتور محمد السادس وهاد الدوله القمعيه فثلاث ايام مباشره من بعد هاد الهزيمه عاوتاني تمت المحاوله ديال الاغتيال ديال زكريا المومني في فرنسا بواسطه السلاح الناري والاسلحه البيضاء باسم الدكتاتور محمد السادس والجلاد منير ماجدي والجلاد عبد اللطيف الحموش. دونك هنا الخوت باش تشوفوا هذا النظام القمعي هذا النظام الاجرامي ملي ما كيعضش عليك في الساحه ديال القانون وقدام العداله فكيبدا يدير كما قلت لكم تهديد الابتزاز الابتزاز بصور بورنوغرافيه مفبركه التهديد بالقتل وكنوصلوا للمحاوله ديال القتل. دونك هنا باش تشوفوا هذا النظام الخبيث كيفاش كيتعامل. دونك هنا هي باش نعاود ناكد لك الديكتاتور محمد السادس وهاد الجلادين اللي دايرين بك هادي سي لو كومبا دو مافي هادي المعركه ديال الحياه ديالي وراه ما غاديش نتفك معاكم ما غنتفكش معاكم حتى تحاكموا يا المجرمين يا الجلادين. وحاجه اخرى هاد الطريقه ديالكم زعما راكم نتوما اذكياء ديال وقول لينا هادي وهضر لينا على هادي وعلاش هادي ما هضرتيش عليها في هاد الوقت وعلاش هادي هضرتي عليها حتى دابا. انا كنهضر على الحاجه اللي بغيت في اي وقت انا بغيت ماشي نتوما اللي غادي تقول لي وقتاش نهضر على هذه ولا وقتاش غنهضر على هذه. باش نشرح لكم مزيان باش ترتاحوا مع راساتكم لان عارفكم كتعيشوا واحد الحاله ديال الرعب كتعيشوا واحد الحاله نفسيه يعني مؤزمه جد مؤزمه يعني واحد الحاله ديال الياس اللي هي كبيره ولكن انا غنعاود ناكد لكم راه بزاف ديال الحوايج مازال ما تقالوش بزاف ديال الحوايج ما تقالوش حتى في الكتاب بزاف ديال الحوايج هي عند القضاء بزاف ديال الحوايج غادا تجي الوقيته ديالها اللي غنهضر عليها انا اللي كنختار مع المحامين ديالي الوقت المناسب اللي غنخرج فيه اي معلومه. وغير باش نرتحكم شويه راه بزاف ديال الحوايج جايين وغادا تجي في الوقت المناسب وانتم راكم عارفين عارفين ان تقالوا بزاف ديال الحوايج. انا لحد الان مازال ما عمرني هضرت على شنو دار بيني وبين المدير ديال التشريفات الملكيه والاوسمه. يلا خرج لكم تسجيل واحد اللي كيقول لي وكياكد لي فيه انه وصل الرساله ديالي للملك وانه هذا الشيء كيديرو بوفائه الخدمه ديالو للملك. مازال غادا تجي الوقيته المناسبه اللي غادي نقول لكم اشنا هي اطراف الحديث اللي دارت بيني وبين المدير ديال التشريفات الملكيه والاوسمه واللي هي جد وجد جد مهمه. ومازال غادي تجي الوقيته اللي غادي نحطوا فيها وغنشرحوا فيها عاوتاني شنو وقع من بعد ما صدر الكتاب ديالي. لان باش نعاود نذكركم راكم عاقلين النهار فاش خرج الكتاب ديالي شكون اللي اتصل بيا شكون اللي تلقى معايا في باريس هادشي كامل غادا تجي الوقيته ديالو هيتسناو كل حاجه بالوقيته ديالها. دونك هنا الخوت كنعاود واكد يجب محاكمه الديناصور الجلاد الدكتاتور محمد السادس وكذلك انصاب والجلاد منير الماجدي الكاتب الخاص ديال هذا الدكتاتور وكذلك الجلاد والخبيث مخرج الافلام الاباحيه عبد اللطيف الحموشي. وكما وعدناكم دائما اين هي الاميره سلمى المختفيه منذ 2017 والمعنفه من طرف طليقها الدكتاتور محمد السادس؟ اين هي الاميره سلمى المختفيه منذ 2017 والمعنفه من طرف طليقها الدكتاتور محمد السادس؟ خوتي المغاربه خوتي المغربيات نتمنى لكم يوم مبارك. موعدنا الحلقة المقبلة. السلام عليكم، مع السلامة.